قرار له مردودات إيجابية كثيرة على الصعيدين الاجتماعي والعسكري، وخاصة وأن المقاومة الشعبية في عدن تضم أعداد هائلة من الشباب الذين من حقهم أن يتمتعوا بحق الخدمة في صفوف القوات المسلحة أسوة بأشقاء أخوانهم الآخرين، وبالتالي ذلك سيجعل القوات المسلحة أكثر قوة بعد أن تنضم إلى عناصر من المقاومة الشعبية التي تمرست في القتال وأصبحت تمتلك الكثير من الخبرات والمهارات، وبالتالي يسهل على الوحدات التي سينضم إليها هؤلاء الشباب أن يكونوا شباب مقاتلين قد اكتسبوا خبرات قتالية في الميادين المعركة لأكثر من 14